بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان، انطلاقة مستمرة، نتمنى التوفيق للجميع المشاركين. شوطنا الأول الجعدان المفتوح ينطلق على حضراتكم في هذه الانطلاقة المميزة، متأملين التوفيق والنجاح للجميع المشاركين. مباشرة مع الصدارة وقيادة هذا الشوط والانطلاقة، مع أيضا هناك شيمون وإلى المركز الأول، وأيضا صدارة هذا الشوط من ينطلق هنا مع الصدارة بقيادة أيضا شعار المعاضيد مع المركز الأول، المركز الثاني، ثاني المراكز أيضا جلاد بدر بن الصغير المالكي مع المركز الأول من ينطلق على الصدارة على المركز الأول والمركز الثالث وثالث المراكز بشعار عبد العزيز بن حمد الوهيبي من ينطلق مع صدارة هذا الشوط، والمركز الرابع الوصول من الأسماء القادم والمنطلق. هناك أيضا مياس عبد الله بن عبيد الوهيبي من ينطلق من الجانب الآخر، أعود إلى صدارة هذا الشوط إلى المركز الأول مقدمة هذا الشوط. غير 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 جلاد بدر بن الصغير المالكي من ينطلق مع جلاد في المركز الأول منطلقا بهذا الأداء الجميل والعرض المميز على صدارة هذا الشوط. جلاد يا جلاد من جلد ايضا حبل المنافسة على الصدارة هذا الشوط والى المقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام التقدم في هذا العرض الاجمل والعرض الاجمل والرائع، لكن شعار المعاضيد قادم وترشيحاتك الحكيم هو من اطلق الترشيح، لكن هناك جلاد يكفي بهذا الناموس وهذه النهاية المميزة. يا سلام بدر بن الصغير المالكي محقق هذا الناموس، المركز الثاني بشعار المعاضيد على المركز الثاني. الاخوان المشاركين هنا من دولة قطر المركز الثالث، ثالث المراكز كان هناك بشعار ايضا منصور بن ناصر الوهيبي. والتوقيت الزمني لهذا الشوط 2:05. تهانينا وناموس لمالك جلاد بدر.